مرحبا لكل يلي عم بيتابعونا مع رائد أعمال عم بيشاركنا مساره الريادي فؤاد رياشي. كيف الطاقة؟ تمام. إن شاء الله على طول. فؤاد خبرنا عنك وعن البزنس اللي عندك. أنا كمبيوتر انجينير وبالبداية أنا عم بدرس اشتغلت لسنتين بديفلوبمنت اوف كاستمايزد الكترونيك سيستمز وما بعد ما تخرجت بال 2007 توظفت بشركة بتصنع مكانات للمعامل وهذا الشيء فتح لي الفرصة اتعرف على الاندستري تكنولوجي وفوت على اكبر معامل بالشرق الاوسط. هذا من 2007 ل 2012 اسست بروبس وبروبس بيشتغل بالفاكتوري اوبتمايزيشن يعني نحن نعطي حلول للمعامل لحتى تحسن الانظمه اللي عندها لافضل شيء ممكن وتخفف الهدر وتعلي الكفاءه. شو كان مصدر إلهامك لانطلقت بهذا المشروع وشو كانوا أول عقبات واجهتها؟ Optimization. أنا من الأول كان موضوع المصدر كان Optimization. هيدا on the technical side. كان في كمان جانب النفسي. هلأ هي صارت القصة أنه الشركة اللي كنت أنا موظف فيها كنا عم نركب مشروع كتير كبير بمصنع المراعي وكان عندنا قسم كثير كبير من المشروع له علاقة بسحب أطنان وأمتار من كابلز النحاس يلي هن الكابلز اللي بيوصلوا السنسورات بالكنترول روم وكنت عم شوف قديش الفريق عم بيعاني يعني حتى في ناس من الفريق عملوا انهيار عصبي لما واحد من الكابلز انضرب واضطروا يرجعوا يغيرون. فلما رجعت على لبنان حكيت مع الالكتريكال ديبارتمنت هن الشركه كانوا كاستمرز عندي انا كنت الكترونيك ديفلوبر قلت لهم انه بدل ما نمد هالامطار كلها هيدي والاطنان من النحاس ونحط هالافورت كله فينا نمد بس تو وايرز انا بقدر بعملكم سيستم بنحول هالكميه كبيره من النحاس هيدي نتخلى عنه ونطلع بس بتو وايرز. اخذت معهم شوي وقت العمليه ولما قالوا اوكي كانت هي الانطلاقه تبع بروكس. الجانب النفسي هو انه لما يكون عم تشتغل وتشوف انه انت قادر تفيد شركه معينه بتصير تقول مثلا ليش انا ما بفيد حالي؟ هالافورت اللي بحطه حالي انا عن حالي بقدر انجح وبقدر اكون عم ببني شيء لإلي للمستقبل. هذا كان الجانب الشخصي والنفسي. على الايرلي تشالنجز يعني في كان الموضوع الفريق كيف ابني فريق وهالفريق يبقى معي. عم نشتغل نحن بالتكنولوجي والتكنولوجي بحاجة لريسيرش بحاجة لواحد انه يطلع برات لبنان ويبرم. هودي كانوا شوي صعبين بالأول بس يعني الحمد لله صار لنا من وقتها لليوم 10 سنين. حلو. بهاول 10 سنين انا اكيد فؤاد انه تطور عملك يعني بلشت بخدمة معينة بعدين زدت عليها نقصت غيرت حسب اتجاهات السوق والتغييرات يلي كانت عم تضطر تاخد قرارات من وراء التحديات كمان اللي قطعنا فيها. فشو بلشت وشو القرارات يلي أخدتها كيف تكيفت وتغيرت توصلت لهلأ الخدمات يلي انت عم تقدمها؟ 100% واندري يعني كأنك عم تقرأ لي أفكار. أنا قبل ما فوت على الديفلوبمنت خليني أعمل ريسيرش على التكنولوجي هاي اللي عم حاول تطورها وبالفعل اكتشفت انه في شركات كبيره مثل سيمنز بوقتها كان اوريدي عندها البرودكت وشركات الثانيه عم بتبلش تشتغل. وقلت انه اذا انا بدي لحالتها لحق وخلص بكونوا سبقوني كثير سبقني الماركت. فتحولت من ديفلوبر بوقتها لديستريبيوتر كان اول تغيير. بعدين طلعنا من انه بس نحن عم نشتغل الكتريكال اوبتمايزيشن صار عندنا ميكانيكال اوبتمايزيشن تولز وسوليوشنز. بعدين صار عندنا ديزينفكشن كنترول اوبتمايزيشن تولز وحاليا نحن عم نشتغل بالديجيتال اوبتمايزيشن كمان زدناها على البورتفوليو. هلا كل السوليوشنز اللي نحن بنقدمهم هن مش بس بيعملوا الموضوع الاوبتمايزيشن للمصنع كمان هني بيعملوا اوبتمايزيشن على الطبيعه. يعني بالالكتريكال اوبتمايزيشن احنا بنوفر بعطيك اكزامبل واحد من الاشياء اطنان من النحاس
بالميكانيكال اوبتمايزيشن بنوفر اطنان واطنان من المياه اللي بتتلوث صعب تدويرها، بنوفر ماتيريال اللي بنستعملها هي بايو ديجرادبل، بالديزينفكشن كنترول كمان بنستبدل كل شيء كيميكلز بمواد ابدا يعني حتى منا مواد يعني نستبدلها بالكهرباء بهالسهوله. فهذا الموضوع موضوع sustainability يمكن من 5 سنين كان ترند، اليوم بطل ترند، صار حتى صار ضرورة مع الشحب الريسورس بالطبيعة بالعالم. وصار وين ما كان عالميا، يعني في معامل وفي دول مضطرين يعملوا هالoptimization لأنه في ضرائب عليهم إذا ما كانوا عم بيتبعوا معايير معينة. فبعتقد كمان الحلول اللي أنت عم تقدمها عليها طلب عالي. وهون بدي أسألك شو استراتيجيات التسويق، يعني كيف تجذب العملاء، خاصة أنه منه قطاع هين اللي أنت فيه أنك تجذب عملاء. يعني ما حتقلي عم بعمل فيسبوك آدز مثلا، فأكيد عندك غير استراتيجيات بقطاعك. خبرنا شوي كيف تجذب العملاء. صحيح القطاع تشالنجينج، خاصة انه نحن يعني بنقدر نستعملها بس ما راح تفيدنا السوشيال ميديا بلاتفورمز اللي هي موجهة للببليك، يعني الكاستمرز تبعنا او مجال الصناعة تبعنا ضيق جدا. اللي نجح معنا هن المشاركة بالمعارض، فننزل نحن بس يكون في معرض ننزل على المعارض، واللي نجح اكثر هو الفيس تو فيس، يعني بنعمل كولز بنروح لعند الناس بنشرح لهم في كذا شغله بتضطرنا نكون موجودين بالمعمل. اولا نحن بنحل مشاكل، لما بقول اوبتمايزيشن في مشكله عم بتحلها، يا اما في هدر، يا اما الهدر يا اما هو بالريسورس الماتيريال، يا اما هو مادي، يا اما هو بالافورت. هيدي مشكله، وتتحل المشكله كمان بدك تكون موجود على الارض، بدك تسمع الكاستمر، بدو الكاستمر يتقبل انه في شركه جايه منا المصنع تبع المكنات ولا هي يعني معروفه له، هيدش المؤسسه شغلتها تطور بمكنه اوريدي موجوده عنده او بخط موجود عنده. فهيدا التراست لحتى تنبنى ضروري الواحد يكون موجود اون سايت. فؤاد كيف بتقيس نجاح عملك؟ على اي مقاييس بتركز؟ الريكارد اوردرز، الكاستمر يلي بيجرب معنا يطور خط معين بتلاقيه بعد فتره رجع طلبنا كرمال خط ثاني وخط ثالث. السيلز بايب لاين تبعنا، السبلايرز يلي حابين يجوا يشتغلوا معنا، في عده عوامل نرتكز عليها. وواحده من الاشياء انه صار عمرنا 10 سنين سمعتنا كثير منيحه وبعدنا عم نطلع لقدام، وهلا حاطين بلان 5 years لقدام، هيدا لانه نحن نجحنا بالماضي. فؤاد بالنسبة لك كرائد أعمال صار لك 10 سنين بهيدا القطاع، شو أكبر إنجاز بالنسبة لك كان وشو تعلمت من وراء؟ هلأ في عدة شغلات نحن عملناها، واحدة منهم أنه فتنا على أكبر المعامل بمنطقة الشرق، ومعامل الشرق الأوسط متطورة الأوروبية بيتسابقوا لحتى يفوتوا عليها، ونشتغل كمان مع أكبر مصنعين مكانات بهيدي المنطقة. هلأ تعلمنا أنه المشاريع ما بتجي بسهولة، بدها تعب، بدها perseverance، بدها lobbying، بدها networking. في كمان شغلات يعني حب الصناعة طبعاً، نحن ممكن أنت اليوم تعرف بمشروع بس it doesn't materialize before 2 or 3 years، بدك كمان تكون قادر تصبر لحتى يجي الوقت customer يقرر أنه هلأ الوقت أنا أمشي بالمشروع. بدأ نفس طويل ومسابرة ومنيح وصلت لعشر سنين مسابرة. حاليا شو أكبر تحدي عم بتواجهه وشو عم تعمل تتغلب عليه؟ بتخيل نحن مثل أي مؤسسة لبنانية عنا تحدي موضوع المصارف اللي كانت موجودة، كان واحد ممكن يعتمد عليها لحتى يمول مشاريع صغيرة. يعني هالشيء هذا عم ياخذ منا انرجي، لانه عم يضطرنا نفكر وين بدنا نفتح باي بلد ثاني لحتى نقدر يكون عندنا وحده من الاشياء هي موضوع الفاينانسمنت من البنوك، وحده ثانيه
نقدر نصدر بدون مشاكل. هودي أول تحديات بالوقت الحالي. الوقت الحالي يمكن إذا تسألني سؤال من وزيته من سنين كان جوابي غير، بس بالوقت الحالي هاي التحديات اللي دايما. وعم تجرب تتخطاها بأنك تفتح فرع ببلد تاني؟ كأني هيك فهمت. مظبوط. يعني إحنا في بداية الأزمة أتذكر أنا 2019 بنوفمبر كان بعد عندي يوم واحد من شنغل فيزا تبعي، حملت الشنطه وطلعت على قبرص امشي بالشارع نبش على بنك يفتح لي حساب. فتحنا بقبرص بس مش كثير عم بتساعدنا، ف يمكن نحاول نفتح ببلدان اللي احنا عم نشتغل فيها وعندنا كاستمرز فيها مثل الامارات مثل السعوديه، هو واحد من الحلول يلي هلا عم حاطينها قدام عينينا. بس نحن كثير معلقين بلبنان، هيدا شغله يمكن تشد فينا لورا، بس كمان ما في الواحد يعني يطلع منا. اكيد اكيد هيدا الشيء بيجمعنا، حبنا للبنان وال 100 entrepreneurs gathering كان هو هدفه يجمع هالميت رائد ورائدة اعمال يلي هن مؤمنين انه يبقوا بلبنان. واكيد وقتها بدنا نتوسع ونكبر منضلنا نلاقي قنوات خارج البلد، بس منضلنا موجودين هون. وبعرف انه انت وعائلتك وشغلك بعدكم هون وان شاء الله بتكبر من هون وبتصير عالميا مش بس بالمنطقة. فؤاد، في كتير رواد اعمال تتقابل معهم، حتى انا كمان اتعرفت عليك ببرامج خاصة بريادة الاعمال. شو بتشوف اكبر خطأ عم يعملوه رواد الاعمال الجداد يلي هلا عم يبتدوا، وكيف برأيك فيهم يتجنبوا؟ في شيء اساسي لازم يحطه بباله كل واحد بده يقرر يمشي بهالطريق، انه ما يوقف يتعلم، لازم يتعلم، لازم تكونسيدر يرجع على الجامعه، لازم يدرس ماركتينج، لازم يدرس اكاونتينج هي لغه البزنس، لازم يدرس فاينانس، بروجكت مانجمنت، يخلي بباله انه انا على طول بدي اتعلم. هذه شغله. في شغله ثانيه انه ما بيكون عندهم درايه كافيه، طبعا عم بحكي عن البعض مش الاكثريه، ما بيكون عندهم درايه كافيه بالماركت تبعهم. بس نقول ماركت يعني عم نحكي عن كل شيء بهذا الماركت، يعني يقدر يعرف حلو هو وين السوليوشن تبعه بتحل مشكله بهذا الماركت او لا، مين الكومبيتيشن، شو التكنولوجي اللي بالماركت، شو حجم هالماركت هيدا. ف هون لازم هو يحط براسه مش بس بده يعرف الماركت تبعه، بده يكون الاول بهذا الماركت. فعم شوف انه كتار ما عندهم هالنوسيون هيدي، وان شاء الله اذا بيسمعوا هالانترفيو بهالشيء بيساعدهم انه اليوم يبلشوا يفكروا فيها، ما ينطروا لحتى يصير عندهم اغلاط ليتر ويتعلموا منه. فؤاد، اكيد قطعنا بفشل كلنا كرواد اعمال، وخاصه وقت يكون مسار طويل مثل مسارك 10 سنين، اكيد قطعت بقصه فشل. خبرنا عنها، خبرنا شو تعلمت من وراها، وكيف اثرت بعقليتك وبنهجك برياده الاعمال. هو بالواقع اكثر من قصه، بس في قصه بتذكرها، انه اول فريق بنيته كنا صرنا on a stable level، وكان صار فترة عرسي كنت عم حضر لها بال 2015. قبل بشهرين مهندس ميكانيك بيجي اوفر من اكبر شركة بتصنع مكانات بالعالم، تعرفوا عليه كان عم بيركب واحد من المشاريع تبعنا، والباك اوفيس اللي كنت اعتمد عليها بكل شيء بالمكتب او بالاوبريشن قررت تتجوز، ومن بعد الجازة ما تشتغل ابدا. والشاب المهندس الكهرباء اللي كان موجود حس انه صار العبء عليه ثقيل، بده يضطر يقيم بشغلة الاثنين وشغلي انا، لانه انا لا رح اتجوز. فنبش على شغل برات لبنان، راح على افريقيا كلهم مع بعض، على عرسي كلهم طلوا مع بعض. بدل ما اروح اعمل شهر عسل عملت يوم عسل، ثاني نهار كنت بالمكتب عن جديد لوحدي. طبعا هذا الشيء منه هين على شركة صغيرة، يعني الناس هني اهم شيء، الريسورس اهم شيء بالبزنس، هيومن ريسورس. واضطريت يعني اتاخر، كنت طالع خلص رجعنا اتاخرنا لورا. اللي تعلمته انه لو شو ما صار مع الانتربرنور
ما لازم يهمن الناس، لازم يضل قريب لأنه لازم يضل يعرف فريقه شو عم بيصير فيه بالقليل، إذا مش قادر يمنع أنه يفله يكون could have sensed أنه في شيء عم يتغير، يقدر يكون عنده بلان بي. في شغلات ما في، يعني أنا لما إجا الأوفر لمهندس الميكانيك ما كنت قادر أبداً أنا أني أعطيه أوفر مقابيله، بس صارت هيك الأمور. ولو كنت أنا قريب لأنه ما انتهت بتحضير العرسي وبالبيت والأمور هذه، كان يمكن أنه مجبور كنت التهي بهالموضوع هونيك، بس أنه لو قدرت كنت منتبه شيلهم وقت كان يمكن هلأ الأمور غير بالنسبة للأفراد. خير خير، وعطول عم نكبر ونتوسع. وهون بدي أسألك فؤاد، شو العادات الشخصية اللي ساعدتك أنك توصل لرائد أعمال هلأ بفعالية عالية؟ شو في هابتس يعني يمكن اكتسبتها على الطريق أو أنت عندك إياها وبرأيك هي ساهمت بنجاحك؟ فينا نحكي عن ثلاثة هابتس. الأولى هي التعليم، يعني أنا ما بيقطع سنة ما بتسجل بكورس، ما بتسجل بدورة، ما برجع على الجامعة بدرس. بال 2022 أخذت ماستر بال Entrepreneurship وInnovation Management. هيدي الشغلة كتير مهمة كانت بالنسبة لي. شغلة تانية هي Self Criticizing. أنا بنتقد حالي وبحاول أتعلم من أغلاطي كل مرة. إذا بعمل كول بفكر وبطلع بشوف وين غلطت، اي ايفنت بيصير معي براجع وبشوف وين غلط فيه. الشغله الثالثه هي اني من فتره لفتره بقدم على جوب اوفرز. هذا الشيء بعمله تو سيلف ايفالويت ماي سيلف وشوف انا هاو ماتش اي ورك، قديش بعدني بعيد عن قديشني قريب قديشني بعيد عن سوق العمل. وبس تقرا بس تقرا بالعمليه يصير في شيء جدي، برجع بذكر حالي انه انا ليش تركت اول بزنس، ليش قررت اني ارجع اني يكون عندي بزنس لإلي، مش لانه انا الافورت يلي بدي احطه بشركه ثانيه بقدر احطه عندي. فبجي بقعد بالمكتب بعمل ريسيت وبشوف انا وين ما عملت افورت، وين في نقص برجع بشتغل عليه وبحاول اعوض. هيك بعمل ريسيت لحالي. هيدي خبريه جديده رح ابقى استعملها وخبر عنك. هلا اذا كل اللي عم بسمعهم عم يسمعونا هلا بكره، اذا شي مره قدمت لعندهم صاروا يعرفوا. فؤاد، كيف بتدير وقتك وبتحدد اولوياتك كرائد اعمال؟ سؤال حلو، يعني خاصة إنه أنا شخص الموضوع الانتربرينورشيب سنس عندي عالي. يعني كنت بالجامعة أسست أول بزنس، كنت أنا وموظف على طول عم شوف فرص أقول هاي بتمشي هاي بتمشي. وحتى من بعد ما أنا ببروكس، يعني وين ما بروح شوف في فرصة بتنط قدامي بقعد بحط عليها وقت. بعدين اكتشفت إنه هذا الشيء عم بخليني يكون نون بروداكتيف وعم يهديني كثير. حاولت اعمل كاتيجورايزيشن للامور اللي بتطلع قدامي، يعني كل شيء مثلا له علاقه بي بروكس بحطه تحت خانه امبورتنت وارجنت، كل شيء له علاقه بالفرص يلي تطلع قدامي من وقت لوقت بحطه بخانه انه امبورتنت، طلع عليه بشوف اذا في شيء مثلا ممكن اقدر ازيده على بروكس او يكون فعلا. صرت أعرف إنه كتير شغلات، يعني أغلب الشغلات اللي بتشوفها هيك بيكون حماس الـ entrepreneurship. فكانت واحدة من الشغلات هي إني تعلمت أعمل measurement، يعني بهالموضوع أشوف وين أنا فعلياً بضيع وقت، شو كان أتوتى حتى أقدر أعالجها. حلو، حكيت قبل شوي عن الفريق وفكرت إنه بركي لو أعطيتهم وقت أكتر يمكن كنت بغير مكان هلأ. الفريق الحالي اللي عندك كيف عم بتحفزهم وكيف عم تخليهم يكونوا ببيئة إيجابية تا يمكن كل شيء تعلمته يكون أنت عم بتطبقه مع هيدا الفريق؟ بالنسبة للفريق الحالي أنا
يعني بعتبر حالي انا وياهم واحد، يعني حتى بعاملهم كشركاء. حيالله موضوع بدي افكر فيه بجمعهم وبنقعد بنعمل برين ستورمينج سوا. نحن هلا منا فريق كبير، يعني العدد مقبول انه نجتمع كلنا سوا مع بعض ونعمل برين ستورمينج. وهن هالشيء بخليهم ابديتد على كل شيء ممكن يكون بروكس بدها تروح عليه ان ذا فيوتشر، وبنفس الوقت هن بيكونوا مشاركين بهذه القرارات. ومن ناحيه ثانيه انا بتفشهم لحتى يتعلموا، بتفشهم لحتى ياخذوا هن انيشيتيفات. حاول يعني قصد غيب حالي لحتى يشوفوا انه في جاب لازم هن يعبوها. وبنعمل شغلات، يعني مثلا مره جبنا استاذ يعلمنا كنا سوا لغه الماني، مره عملنا سيشن كنا نص ساعه بالنهار هذه ريدي بنجتمع كلنا سوا فيها مع بعض ونقرا بزنس بوكس، نقرا different kind of books، وكل مره حدا بيقرا. سو في هالاشياء هيدي يلي صحيح يمكن انه منا كبيره، بس بتحسسهم كلهم انه they are all one، وهني نحن كلنا بسفينه واحده، وهني part من هالسفينه هي لحتى تمشي. وبتعزز روح الفريق والانتماء، وهيدا شيء كتير مهم. فؤاد، كيف بتدير أمورك المالية وشو الاستراتيجيات اللي بتستعملها تا يا تستقطب استثمار يا تاخد قرارات باستثمار ذكية؟ أنا بخلفيتي كان ما عندي خبرة أبدا بكل شيء له علاقة بموضوع الاستراتيجيات المالية، وحتى انعرض علي شخص جاي شبكي تشتري البزنس تبعي ما فهمت شو عم يحكوا بوقتها. بعدين لقيت انه خلاص لا، صار لازم ادرس عن الموضوع ولازم بالقليل ان هلا لكن صرت يعني انا قادر اخذ هالقرارات، كنت في عندي ادفايزر. ف وي هايرد ان ادفايزر سيرفيس تبعه، يعني منه على البيرول، عندنا فاينانشال ادفايزر. هلا كل شيء اشتغلناه كان لحد البارح اذا بدنا نقول كان كله بوت سترابينج. اليوم صرنا نفكر بغير طريقة، نفكر كيف ممكن يعني إذا عنا توسعة معينة نشتغلها بمصريات غيرنا، وبنفس الوقت نكون نحن عم نستفيد وهو عم نستفيد. صرنا عم نفكر بهذه الطريقة اللي عم نعمله لحتى نوصل للإنفستورز. عم نشارك بتجمعات مثل الـ 100 Entrepreneur Gathering اللي نعمل networking، وصلنا لانه نحاول انه مشاريعنا اللي عم نشتغل عليها تكون البلان تبعها واضحه لحتى الانفستور يقدر يعرف وين رايح معنا والمشروع اذا مفيد او مش مفيد. فؤاد، اذا هلا عم بتنبش على مستثمر، شو مواصفاته او مواصفاتها؟ على شو عم بتنبش تبركي حدا عم يحضرنا ومهتم يتواصل معك؟ هلا نحن عندنا مشروع توسعة، عندنا مشروع توسعة أفقي وعمودي إذا بدك. أفقي يعني بدنا نظهر برات المنطقة الشرق الأوسط اللي نحن فيها، بدنا نروح على مناطق أكبر. الإنفستور اللي حابب يكون معنا ببروكس بيهمنا يكون عنده معرفة بالإنفستور تمام، ويكون يعني شخص يكون سهل التواصل معه، نقدر نوصل له وقتها منعوزه مشان نستفيد من خبرته. مشان فهودي الشغلتين بيكونوا أساسيات بالنسبة لنا. كان بدي أسألك عن خططك وأهدافك المستقبلية للسنين اللي قادمة. حكيتنا شوي هلأ، في شيء زيادة حاطينه بالخطة تبعكم بالسنين القديمة السنين المقبلة؟ هي الخطة هيدي نحن حنبلش فيها مبدئياً من سنة لسنة ونص نبلش تطبق، ورح نشوف المفروض نشوف نتائج كاملة من هلا لخمس سنين. هي هذا الأساس. هلا في بالبرودكتس اللي عنا إياهم حالياً، إن كان الميكانيكال اوبتمايزيشن والالكتريكال والديزينفكشن والديجيتال، وهون نحن كمان عم نطور بهودي البرودكتس، عم نطور فيهم وعم نزيد عليهم، ان كان من الكونسلتنسي سايد او من التولز والماتيريالز او طريقه توصيل الكونسيومبلز يلي بيستعملوها. فهو كلهم ورشه دائمه،
هيدي ورشة دايمة على طول عنا ببراوت، وكمان تاخد منها انرجي يعني. فؤاد، خبرتنا انك بتشارك بمعارض وعلى الارض مع العملاء وبتضلكم على تواصل، في غير موارد او استراتيجيات تستعملها تضلك على اطلاع باتجاهات السوق بالتطورات اللي عم بيصير فيها القطاع؟ في اكثر من طريقه، في انه نحن منزور معارض، غير انه نحن منشارك بيكون عندنا ستاندات فيها، في انه السبلايرز تبعنا اذا هن ما دعيونا ليطرحوا منتجات جديده نحن بنحركش فيهم، نطلب منهم يعطونا هن ماركت ستدي عن الكومبيتيتورز تبعهم والامور هيدي. كمان عندنا نيوزليترز من مصادر متخصصه بالمجال تبعنا، يعني مثلا انا عندي نيوزليتر على طول من ماكنزي، عندي نيوزليتر هلا جديده صرت على طول معلق فيها من انتربرينورجي من اندريا بحوث، فيها كثير اشياء مفيده، سجل بكذا ساينتفك ماجازين وبيبر سورسز، لانه بالنهايه نحن وي ريليت تو ساينس بالدومين تبعنا، كثير نحن ريليتد لساينس. فؤاد، شو في ادوات تولز ابس بلاتفورمز بتستعملوها تتعلوا الانتاجيه ان كان على صعيد الفردي او على صعيد الشركه والفريق؟ على صعيد الشركه نحن كنا اول ما بلشنا كنا عم نستعمل اي ار بي، من اول نهار بلشنا استعملنا اي ار بي، عملنا شيء كان اوبن سورس دولي بارز. لما فل الفريق واجا معي اشخاص جداد كانوا بعيد شوي عن التكنولوجي، فرجعنا للاسف على الاكسل لوقت طويل، مش من زمان رجعنا فتنا مع اودو، دخلنا اودو صار السيستم الاساسي عندنا نحن، كمان هو اي ار بي. هلا انا على الصعيد الشخصي بستعمل كثير المايند مابس، بس بدي اعمل لهم دعايه يعني، بس في كذا سوفت وير، في سمبل برو، سمبل مايند ماب، في اكس مايند، وبستعمل كمان بروجريسيفاي، هيدي بستعملها كثير لحتى اكبح من الجموح تبع انتربرينورشيب، يعني لما بلاقي فكره مثلا لقيت انه بقدر اعمل نوع معين تنقول من الشوكولاته، بدل ما اجي دغري بفوت على المطبخ وبلش احضر شوف شو ممكن يطلع معي، يعني المطبخ كمان لا بحب احضر اشياء فود بيست ايتم، صرت لا بفتح بروجريسيفاي بحط انه هذا نيو بروجكت، ببلش احط فيه تاسك وشو وين لازم بلش وين لازم اعمل هيك، وبلاقي حالي انه لا روح طول بالك شوي عشان يبدأ. نايس، مهمه هيدي، جديده علي، رح نبقى اجربها. منيحه بس عاطله، منيحه. شكرا فؤاد. شو في نصيحه بتعطيها لرائد اعمال او رائده اعمال عم يبتدوا اليوم هيك بجمله، شو بتقول لهم؟ قل له تعلم، رجع على الجامعه، بيضل في كثير اشياء ناقصه. حلو، وبعرف عندك عائله، في كثير اشياء قال له يا بعرف عندك عائله، وبعرف عندك كمان الشركه والموظفين وحياتك الخاصه، وأصعب شيء على رائد الأعمال يعمل توازن بين حياته الشخصية وحياته المهنية، فشو في إشي عملية بتعملها أنت كاستراتيجيات بتساعدك توصل لهالتوازن؟ يمكن أنا عندي العملية بلشت بالعكس، يعني لما كنت موظف مثل ما كنت رايك بالظروف، أبقى أشتغل من الصبح لعشية، يعني كنت عايش برا، ارجع من البيزنس تبعي وارجع اقعد اشتغل للساعه 2 بالليل، فقررت انه لما بدي يكون عندي ماي اون بزنس، لما بدي افتح شغل لي بدي افصل، وهذا عملته من اول يوم انا اسست بروكس، من اول يوم اسست بروكس عملت دوام لي، بطلع على المكتب، فل من المكتب برجع على البيت، خلص بصير للبيت، ونجحت العمليه. سحر ساحر، بسمع كثير انه الانتربرينورز ما بيقدروا شغلهم بيروح معهم على البيت ومنهم بيواجهوا مشاكل، بس انا يمكن لاني عشت التجربه بالعكس فنجحت معي العمليه.
منيحة. وكيف تبقى هيك محافظ على الطاقة تبعك، محفز، عندك الإلهام رغم كل الصعوبات وكل الأزمات يلي عم نقطع فيها، خاصة آخر 4 سنين يعني ما في شيء ما قطع علينا بلبنان، كيف خليتك بهالطاقة وهالتحفيز وهالإلهام؟ ما في شك انه الازمه صعبه، ما في شك، والازمات ما في واحد يقول انه ازمه واحده، يعني في ازمات من عده نواحي. هلا انا بطبعي I'm a positive person، يعني ما بشوف الاشياء النيجاتيف، وما بعرف اذا هالشيء منيح او مش منيح، يعني ما بشوفهم الا بعد ما يكونوا حرقونا. يعني مثلا بتطلع اليوم بلاقي رفقاتي عم رجال ومرته واولاده كلهم، ثلاث ارباع اصحابنا فلوا ظهروا، بترجع بتيجي بتطلع الاول بتكون مش حاسس انت، بس بعدين في محل بتحس انه معقول انا عم بعمل شيء غلط، العالم كلها ماشي وعم تضرب عم تضب غراضه وتفل، انا بعدني قاعد هون، معقولة انا صح وهني غلط؟ بيخلق عندك شك. وانا تعلمت انه بس يصير في شك اقرا اقرا ومنبش، وهالشيء بيوصلني. يعني مثلا مثل اليوم انا هديت على شارل هايك، يمكن صار بهالفتره كثير معروف طلع على ال بي سي، بس كان قبل يطلع على اليوتيوب وعلى انستغرام، بس مثلا تسمع شارل هايك لانه له علاقه بس بهالموضوع الهجره عم بحكي عنه، تسمع شارل هيستوريان نوترال بخبرك من 150 سنه لليوم شو صار بلبنان، شو صار مع كل هجره، مع كل ازمه، من وين كانت تجي، فبتقتنع انه لا انا مش لازم اتبع، لازم ضل. فهون بطريقه تو نيوترلايز. بعطيك اكزامبل، في غير شغلات، في غير ريسورس they will يشيلوا لك الشكل اللي بيكون عندك. شكرا فؤاد. جاوبت لك على سؤالك. لا حبيت، وحبيت المثل اللي اعطيتنا اياه، وشارل حايك كمان انا بحترمه وكمان بتابعه. فؤاد منشكرك على مشاركتك لمسارك الريادي، وللأشخاص اللي حابين ضلنا على تواصل معك أيها أحسن وسيلة. أنا بدي أشكرك لك أندري، بدي أشكرك على المجهود الكبير يلي عملت تجمع الميت أنتربرنور ومع رجال أعمال تانيين، يعني الإيفنت كان رائع وكان مثمر. بدي اشكرك على المقابله وعلى الوقت اللي حطيته. بالنسبه لكل حدا حابب يتواصل معنا، ان كان عنده مصنع او بصنع مكانات، يقدر او حيالله حدا انتربرنور حابب عجبه شيء من اللي قلته اليوم، حابب يستفسر عنه، حابب يستفيد من مسيرتي، يقدر يتواصل معي على 81 13 13 26، او بيقدر يبعث لي مسج على لينكد ان، عندي اكونت على لينكد ان انا، وبيقدر مين مكان يتواصل معي هون اكيد. ورح نحط الويب سايت والسوشيال ميديا للشركه وكمان الاكونت تبعك مع هيدي المقابله. نحن بنشكرك فؤاد، وبنتمنى لك مسار كله طاقه ونجاح، وتضلك على طول بهيدي المسابره. شكرا، ميرسي، باي باي.